أوروسكوب مع داليا. بونجور وأحلى صباح لكل اللي متابعيننا عبر الأثير. بيقول ديفيد برينكلي أن الإنسان الناجح هو الذي يستطيع إرساء أسس ثابتة من الطوب التي ألقاها عليه الآخرين، أو بمعنى آخر كل ما استفدت من انتقادات الآخرين لبناء مستقبل أفضل وأساس أمتن كل ما اقتربت أكثر من التميز. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. ابقى بعيد عن المواجهات وحاول أنك تنسحب من